على إيقاع نغم الطرب الأصيل يرقصون ويغنون، حيث يجسدون ماضيا عريقا تخلد في مسيرتهم. فهؤلاء الذين توافدوا من جميع مديريات محافظة شبوة جاءوا لإحياء المهرجان الثاني للفنون والتراث في المحافظة. رقص الجبلية ترقص في المناطق الجبلية خاصة، العسكرة ترقص في مديرية بيحان، نصاب، خورة، مرخة ترقص، المناطق الساحلية ترقص فيها جميع الرقصات الحالة. أما نحن كفرقة رقص شعبي محيينها، أم الجيل الآن مقترضة ما عاد يحيوها، يحيو بس شرح رقصات عادية. في الداخل صورة قد تبدو أكثر ملامسة للماضي، ففي كل ركن تعبق رائحة الزمن الجميل العريق. هنا قسم المأكولات الشعبية والحرف، حيث تجلياته هنا من خلال جولة في قسم الموروث الشعبي والكثير من الأقسام المختلفة. في الوقت الذي يقيم الآخرين معارض للجثث والمجازر، نحن نقيم معارض للكتب ونقيم معارض للموروث. هذا بحد ذاته يعتبر نقلة نوعية، يجب أن نلتف حول قيادتنا وأن نسير بهذا الاتجاه. يجب أن نلتف أيضا حول قيادة الثقافة في المحافظة، لأنه شعب لا ثقافة له لا مستقبل له، الثقافة هي الأساس في كل شيء. تزخر محافظة شبوة بالكثير من التراث والفنون، إلا أنه وفي وقت سابق كادت تندثر بفعل الإهمال وغياب الاهتمام، على أمل أن يعيد هذا المهرجان رونق وبهاء تراث شبوة الضاربة جذوره في عمق التاريخ. أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.